النهاردة عندنا زيارتين مهمين جداً لمصنعين متخصصين في منتجات الألبان. خلي بال حضراتكم، صناعة منتجات الألبان هي أمن قومي للقطاع الريفي المصري، وده اللي حضراتكم هتشوفوه معانا النهاردة. ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما نبدأ زيارتنا النهاردة لمصانع منتجات الألبان اللي أنا بعتبرها مصانع أمن قومي، لأنها صاحبة الدخل اليومي لكل مزارع في مصر. أتكلم عن قرارات هامة جداً أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس أصدر قرارات هامة بشأن استكمال جميع مشروعات التغذية الكهربائية لجميع المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية. الكهرباء يعني حياة، الكهرباء يعني زراعة، الكهرباء يعني خفض تكلفة الإنتاج الزراعي، يعني خفض تكلفة الغذاء والصناعات الغذائية. كل هذا يمكن أن يتحقق من خلال تغذية مشروعاتنا الكبرى على مستوى الجمهورية بالقدرات الكهربائية المطلوبة لهذه المشروعات. خلي بال حضراتكم، احنا بنتكلم عن توشكا، بنتكلم عن جنوب الوادي، بنتكلم عن وادي النطرون، بنتكلم عن جميع مشروعاتنا الزراعية وخاصة في قلب الصعيد. كمان هذا القرار اشتمل على توصيل التيار الكهربائي إلى جميع أنحاء الدلتا الجديدة ومشروعات سيناء. إذن هذا القرار الحاسم الذي تم اعتماد جميع الموارد المالية لتنفيذه، هدفه الأول هو زيادة الرقعة الزراعية، أيضا هدفه زيادة الامتداد العمراني. ما فيش منطقة هتتزرع لوحدها، لازم بشر في هذه المناطق لزراعتها، وبالتالي احنا بنساعد على توطين الشباب في العديد من المناطق الهامة جدا لتحقيق الأمن الغذائي المصري. خلي بال حضراتكم، الدكتور علي شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قدم للرئيس عبد الفتاح السيسي خطة شاملة بجميع احتياجات المشروعات الزراعية من القدرات الكهربائية، وأكد وهو عالم وخبير دولي في الطاقة الكهربائية وليس مجرد وزير في الدولة، هو أحد خبراء العالم في الطاقة الكهربائية. الرجل قال عندنا القدرة إن احنا نغطي كل مشروعاتنا الزراعية بالطاقة الكهربائية، يعني إحياء صحراء مصر على مستوى الجمهورية. وخلي بال حضراتكم، احنا في معركة كبيرة جدا وحتما سننتصر، حتما هنأمن الغذاء لكل الشعب المصري، وهنواصل مسيرة تصدير وتأمين احتياجات الأسواق العالمية من الغذاء. احنا السنة اللي فاتت غطينا احتياجات العالم بحوالي 6,300,000 طن من الحاصلات الزراعية، وسنواصل المسيرة. احنا قريب جدا عندنا معركة كبيرة في ألمانيا، فروتلوجيسكا أكبر المعارض العالمية، أكثر من 100 شركة مصرية هتشارك في هذا المعرض، بتعرض قدرات مصر الزراعية، قدرات مشروعاتنا القومية. احنا رايحين عشان نقول هي دي مصر، هي دي الزراعة، هي دي مصر القادرة على تحقيق الأمن الغذائي للعالم كما كنا سلة الغذاء في التاريخ القديم والحديث. هذا القرار الحاسم بالتغذية الكهربائية لجميع المشروعات القومية وتحديد مسارات الربط بين شبكات الكهرباء ومحطات المحولات، كلها مشروعات تستهدف الأمن الغذائي المصري، وحتما سنحقق ذلك.